خطرنا على باله على باله يا هوا كمالي. يلا ماشي أنا بدك شي حبيبتي؟ لوين يا ميسر؟ لوين يعني عالسهرة؟ عمران أنت مانك ملاحظ أنك زودتها شوي يعني؟ وبشو زودتها بقى؟ بقصة السهر يعني مو معقولة كل يوم تتركني هيك بين أربع حيطان لحالي وتروح تسهر مع رفقاتك وتلعب شدة. وليش بين أربع حيطان بقى؟ عندك 100 وسيلة تسلية بالبيت، تلفزيون عندك، فيديو عندك، دش ديجيتال مع كروت مزورة لفك الشفرة عندك، يعني بدل 50 محطة صار يطلع عندك 200 محطة، انفزرتي محطة. صحيح، بس كلها تقرب من بعضها. بعدين هاي الكروت المزورة ما عادت عم تشتغل منيح، لأنه ما بتشوف إلا الصورة، راحت على غفلة وبعدين رجعت. طالما هيك، ليش ما بتسلي حالك بشغلة تانية؟ شوف عمران، أنا إنسانة من لحم ودم ومشاعر، يعني من حقي أحكي وأسهر وأخذ وأعطي مع العالم مثل ما بدي. يعني أنت بتشوفها معقولة بالله كل يوم تتركني وتروح تلعب شدة وتسهر مع رفقاتك وأنا قاعدة هون لحالي بالبيت؟ إيه مو معقولة منوب، زينة بعقلك. ولك يا حبيبتي يا رغدة اسمعيني وفهميني منيح مشان الله، ما في رجال ما له سوسة. شيء له سوسة بالأرقيلة، شيء بالشدة، شيء بطاولة الزهر، شيء بالرياضة، شيء بالشطرنج، شيء بالحكي والدس على العالم ورمي البلا إلى آخره. أو بالمقابل في رجال بيلحقولك السوسة العاطلة، يعني هذا اللي بيلعب قمار، وهذا اللي روح قلبه النسوان، وهذا اللي بيشرب السم الهاري وبيخمر. بأحمدي ربك أنه أنا مالي سوسة بهالدنيا غير لعب الشدة وللتسلاية. ها للتسلاية فقط أوعك، يعني في براءة بالعملية، ما في مراهنات وشروطات. إيه ما اختلفنا، ما حدا قالك لا تلعب شدة. إيه بس مو كل يوم، يعني مرة بالأسبوع، مرتين، ثلاث مرات، بس مو نعملها شغلتنا وعملتنا. طيب مو أحسن من الحكي بالسياسة؟ هلأ يا نحكي بالسياسة يا نلعب شدة، يعني ما عندك ولا وسيلة تانية تعبي وقتك فيها؟ مثل شو مثلا؟ يعني مثلا ليش ما منروح نتعشى أنا وياك بشي مطعم؟ ولا هالشي ما بيخطر على بالك منه؟ لا بيخطر، ليش لحتى ما يخطر؟ بس أنا ما بحب الروحات للمطاعم، وبصراحة فيها دفع مصاري كثير. طيب حبيبي بلا مطاعم، منروح أنا وياك بنسهر عند شي حدا من قرايبيني. هلا هذا اللي طلع معك؟ اي بدون شي، أنا قلبي مالي من المجاملات والأخذ والعطى مع الناس. أوكي منروح لعند حدا من قرايبينك. كله أضرب من بعضه، يعني فكرك كتير قرايبيني أنظم من قرايبينك. طيب بلا ما نطلع من البيت من عين أصله، نسهر أنا وياك هون لحالنا بالبيت، ولا خلص أنا ما عاد ينسهر معي. ولك ليش هيك عم تحكي يا روحي؟ أنت اللي بينسهر معك والله، ومشان اثبت لك حسن نيتي راح اعتذر عن سهرة بكرة واسهر معك بالبيت. ارتحتي هيك؟ ليش بكرة؟ ليش مو اليوم يعني؟ لا والله اليوم صعب كتير. وليش صعبة بقى؟ لأنه اليوم واعد الشلة ومو حلوة اتأخر على موعدي، مو حلوة. ايه مو مشكلة، فيك تعتذر بالتليفون. لك لا، شو اعتذر انت التاني؟ اليوم بالذات ما بقدر اعتذر. ها وليش بقى؟ لأنه اليوم بالذات عنا مباراة سئرية بتريكس مع أبو أحمد وأبو غيس، امبارح غلبونا أنا وخليل ولازم اليوم نرد اعتبارنا. الله وكيلك يا رغدة، قد ما جاكرونا قد ما جاكرونا امبارح كانت رح تجيني جلطة. لا أفهم منا، طلع أبو أحمد على الطاولة لما طعماني ختيار الكبة صار يرقص، صار يرقص تقولي ربحان مليون ليرة مو هيك؟ شو الناس لك فظاعة، شو عقلكم صغير؟ قالوا بقولوا النسوان بنص عقل، قسما بالله بتطلعوا بربع عقل. ماشي الحال، مقبولة منك رغودة. بدك شي يعني؟ بدك تتأخر مثل عادتك؟ لا إن شاء الله ما بتأخر، رح أروح لقنه درس لأبو أحمد بأصول التريكس والترنيب والهاند وارجع سالم غانم بإذن الله. يلا باي باي روحي، السلام عليكم. الله معك بالسلامة. عملك ما في روحة، ما خلينا حباب وصحاب يكون أحسن. ها أوف نادي، عم قلك بعدي عن طريقي عم فهمك. ها ما رح بعيد لأنك بالفعل عم تنعطوش. شو عم بتقولي؟ شو؟ شايف بالبيت نغمة جديدة والله. ايه طبعا نغمة جديدة، لكن بدك ياني اخرس واسكت؟ شي حلو والله، لك ترك الدنيا كلها وعشاني لعب الشدة. عيني انا هي بدي اسهر والعب شدة كل يوم، عجبك عجبك، ما عجبك انطحي راسك بالحيط. الي انا عم تقول هالحكي؟ ايه الي، ليش مين انتي يعني الاميرة ديانا؟ ليش نسيت شو كنت تقلي قبل ما نتجوز؟ ايه نسيت، شو كنت احكي يعني؟ كنت تقلي
أنا روح قلبي القعدة بالبيت والجو الأسري والكنكنة جنبرتي، ومتى ما تجوزنا رح ضل لزقان فيك ليل نهار. إيه صحيح، بس ما قلتلك إنه أنا رح ضل لزقان فيك كل العمر؟ بعدين فكرك إذا حكيتلي شي كلمة قبل ما نتجوز رح تعتبريها قانون وتتمسكيلي فيه يعني؟ ليش أنت مالك رجال وقد كلمتك؟ بلا رجال، وحتى أثبت لك إنه أنا رجال ليتني رايح لأسهر غصباً عن راسي. لا ما في روحة، فوت غير أواعيك بكون أحسن لك. ها عم قلك بعدي عن طريقي أحسن لك. ها ما رح بعيد. إيه بعدي هاي. إلهي إلهي سيدي ومولاي، تخسر اليوم كل برتيات الشبة ويحملوك الديناريات كلياتهم. إن شاء الله بتاكل اختيار الكبة والأربع بنات يا رب. إلهي إلهي شي 40-50 لطش يكونوا من نصيبك، يطعمني ولا يحرمني يا رب. إن شاء الله ما بيجيك ولا جوكر بلعبة الهن وتحتار بأمرك. إلهي ترنبولك كل أكلاتك يا حق. إذا قلنا بنت البستوني أكلناها، ها معناتها ألعب ألعب. هلا ليك وهي البنت الرابعة، احملها لقلك احملها. سجلوا لها اسمي. لك حبيبي انطلعتوا ولا نزلتوا بدكم فت خبز لتصيروا بمستوانا؟ حاجة تبيض علينا حاجة. شو نسيت انك اكلت برتية معتبرة من يومين؟ لا ما نسيت، بس وقتها كنت مغير شريكي باللعب عم تخربط دوزاني. اي سيدي شفناك فوق وشفناك تحت انت وشريكك. ولك حبيبي خلصونا هلا، لا تلتهوا بالحكي وتضيعوا من الحماس. شو بدك تلعب خليل؟ قلطوش قلطوش تنعطى لطش ان شاء الله. اكلنا 10 قلطوش وما حدا سمع علينا. صحتين وهنا على قلبكم، وتستاهلوا اكثر من هيك. تحاش عليهم شريك، تحاش لا ترحم حدا. لك ولا يهمك، معك شريك بياكل الاخضر واليابس. وهي شو يستل كباه. شو هالحكي؟ دفشك على الارض ووقعي؟ لا هيك ما له حق منه. معقوله تصل معه لهالمواصيل؟ يي اذا هيك يا محلى جوزي قدام جوزي. خلص خلص يلي راح راح حبيبتي خلص. هلا اهم شيء شو بدنا نعمل هلا؟ لك كيف بدنا نكرههم بلعبة هالشدة ونخليهم يرجعوا يسهروا ببيوتهم مثل باقي خلق العالم؟ اي طبعا الا ما نلاقي طريقة. اوكي حبيبتي خلص، بكرة انا وياكي بنجتمع على مهلنا وبنحكي اللي بدنا اياه، نتفق. اي اوكي اوكي حبيبتي، روقي روقي ماشي، تصبحي على خير. الله معك. بصراحة انتو اتنين لعبكم ضعيف. انا بقترح عليكم يا اما تعملوا دورات تقوية يا اما تضلوا تلعبوا مع ناس اقوية مثلنا مثلنا يعني مشان تستفيدوا منيح. حاجتك ابو احمد حاجتك بلا بهورة، نحن طول عمرنا بنغلبك، هلا طلع حساك هلا طلع حسو. بعدين لسه ما ربحت لحتى تبلش تبيض علينا، لسه البرتية ماشية. يا سيدي قربت شغلتكم ما لم طولة، يعني هلا اذا اكلتوا ختيار الكبة بتطلعوا خالصين. اذا على كل حال انا الي كتاب بالسوق اسمه المختار في طرق تحميل الختيار، بقى يا ريت تطلعوا عليه بيكون احسن. لك حاجه لا عم صدق الا شو الحكي اللي بلا طعمه. العاب انت تاني خيو ست خلصنا. العاب عمران شباب. طيب طيب وي ختيار الكبة. قمت للعب باسرة والشاطر ياخد باسرة، قمت للعب باسرة والشاطر ياخد باسرة. خلص هو انت تاني العمى ضربك، منعت تلعب الا البستوني. شو بدي اسوي لك يعني؟ انت الحق عليك، انت اشرت لي على البستوني، ليك زتيت بستوني قبل لطشي؟ لا حبيبي ما حزرت، انا زتيت لك الديناري. ولك عم اقول لك بستوني، لك شو جاي تجذب علي انت؟ انا اللي عم بجذبها ولا انت؟
لك العمى بقلبك مالك تقصص وراء قدامك؟ ولك اساسا انت هيك بتعمل دائما، كل ما بتخسر بتحط الحق على غيرك. ولك انا صرت حفظانك عن ظهر قلب. اخي حاش تتعاتبوا وحاش تتناقشوا، انتوا اثنين لعبكم اضرب من بعض. قلت لكم بدكم دورات تقويه، ما كنتوا تصدقوني. بس وين خليل؟ انت مالك ذنب بنوب، الحق علي انا يلي شاركت واحد من نمرتك. واحد من نمرتي؟ ليش بها نمرتي؟ ما بها شيء، بس حضرتك ما عدت تعرف تميز بين الديناري والبسطوني، كأنه معك عمى ألوان. آمنت بالله على هالقصة؟ لك انت اللي زدت البسطوني، انا شفتها بعيني بسطوني. لا سيدي، انا زدت ديناري. شي عم قلك انت زدت بسطوني، ما في داعي تتلوحان. انا لوح يا خليل؟ لا حبيبي، انت بتطلع 60 لوح، فهمان ولا ملك فهمان؟ عم قلك احترم حالك ولا تكبر حكي احسن ما تندب. ها انت اللي لازم تحترم حالك وتسد بوسك وتخرس. العمى مو ناقصني الا تنبحت عليه فوق منا. لا لا، هيك صار لازم وقفك عند حدك تضرب بهالشكل. شو تيس؟ انا تيس يا دب؟ ما في شيء، وقعت. وين وقعت؟ على الدرج. أنو درج؟ أنو درج يعني درج الجناية. يا حبيبي أنا بعرف إنه اللي بيوقع على الدرج تنفكش رجله، تنلوي رقبته، تنكسر إيده يعني، بس مو بيزرق تحت عينه. أنا وقعت على عيني. والله هي سمعة. بتعرف أنا أول مرة بحياتي بسمع إنه الإنسان بيوقع على عينه. شو قصدك يعني؟ أنا كذاب؟ والله ما بعرف، اسأل حالك. جايني بوش الصبح وشك ملخبط وتحت عينك أزرق وبتقلي وقعت على الدرج، إيش وشايفني بنت صغيرة عم تضحك علي يعني؟ حبيبتي ما وقعت على الدرج، ارتحتي هيك؟ لكن وين وقعت؟ ما وقعت من عين أصله، هالزرائي اللي تحت عيني ضربت بوكس. إيه هيك، ها حكي من الأول، أنت ومين اتضربت؟ أنا وخليل. أنت وخليل؟ مو على حساب أنت ويا رفقة عمر؟ بقى شو سبب الخناقة القاتولية؟ أكيد مشان الشدة، ما في كلام. لك هي مو خناقة خناقة، لك لا، كنا عم نمزح بس اتطورت معنا الأمور شوي. عم تمزحوا؟ إيه شو هالمزح الحماري هاد؟ شو بيعرفني؟ هيك صار. وأنت بتعرفي إنه بلعب الشدة بصير شوية مجاكرة. بقى بالأول صرنا نجاكر بعضنا، نجاكر بعضنا، بعدين انقلبت المجاكرة لشوية دفش ونعر، وشوي شوي ما لقينا حالنا غير نازلين سفق رائع ببعضنا. الله وكيلك دمينا بعضنا البعض، بس كله على المزحة، لأن الرفقة بيحبوا يمزحوا مع بعضهم حتى هيك يخلقوا جو. خي هلأ انشفى قلبي والحمد لله. إجا من ياخد لي تاري منك؟ تارك مني؟ ايش قاتلك ابوكي انا؟ بالله هذا اللي ناقصك. بس ما قلت لي مين اللي عامل لك قتل بالسهرة؟ عامل لي قتل الي؟ لك انا ما خلق اللي بيعمل لي قتلي، فهماني؟ ايه قسما بالله لو ما خلصوه من بين ايدي كنت شركته تشريك. لمين؟ لعمران شريك النحس. يعني تخانقت انت وعمران وتضاربتوا ودمتوا بعضكم؟ هذا اللي صار. واكيد هذا الشيء كله بسبب الشده. الشده كانت السبب المباشر، ما بقول لك لا، بس في اسباب بعيده للموضوع. وشو هالاسباب البعيده بقى؟ نورني. الاسباب انه عمران جقر وتنح وراسه يابس وما عنده جنس اللباقه، وانا اصلا من زمان قلبي مليان منه، وتحديدا لما طرنبلي شب السباتي، بس الحمد لله اجت على ايديها ورجليها. خي يا فرحة قلبي. شمتانة انت ما هيك؟ بدك الحقيقة؟ ايه ايه والله شمتانة. يعني فرضت المسبحة اخيرا؟ يا ستي فرطت. تعرفي رغدة، صدقيني انا مو عاطي فرحتي لحدا،
يعني صحيح ضايقت لأنه جوزي وجوزك تخانقوا، بس بنفس الوقت انبسطت لأنه الشلة فرطت وخلصنا من سهرات الشدة ومشاكلها. إيه بس قلتك لإمتى رح يضلوا زعلانين من بعض هيك؟ ما بتوقع هالشغلة تطول، لأنه خناقات الشدة مثل خناقات أولاد صغار، يعني بعد 4-5 أيام بينسوا كل شيء وبيرجعوا مثل الأول. إيه بس لا تنسي يا نادية إنه هالمرة وصلت للضرب بيناتهم. إيه معناتها شغلة شهر زمان مو أكتر. بس يا رغدة مو هون المهم، المهم لما يتصالحوا وما يرجعوا للعب الشدة. معك حق، هذا المهم. بس تعرفي يا خوفي هلا يرجع كل واحد منهم يلاقي شلة تانية وترجع حليمة لعادتها القديمة. بيني وبينك كل شيء وارد، لأنه رجالنا فاتوا بمرحلة الإدمان للشدة. بس نحن ما لازم نضل ساكتين والمفروض نعمل شيء. مثل شو يعني؟ يا ستي أنا بكرة عازم أم أحمد وأم غيث لعندي على البيت مشان نفكر بطريقة مناسبة. بقى تعي أنتي وشاركينا الاجتماع، لازم نوحد جهودنا لحتى نوصل للنتيجة. إي والله فكرة معقولة. إمتى الاجتماع؟ الساعة 6 المساء. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنتِ؟ شو عم تحكي؟ أنا مستحيل صالح هالزلمة ولو طوبوا لي المرجة. بس الشغلة مو مستاهلة يا عمران. شلون مو مستاهلة؟ خليل وجه لي كذا إهانة وكذا مسبة والطاول ورفع إيده علي وبتقول مو مستاهلة؟ يعني إمتى بتصير الشغلة مستاهلة؟ لما بيعوصني ولا لما بدقني شي خنجر؟ يا سيدي أنت كمان ما قصرت معه، يعني فيك البركة. بصراحة يا عمران أنتوا اثنين غلطانين. ونحن ما فينا نحمل المسؤولية لواحد منكم بمعزل عن الثاني. بقى خلينا نقلب صفحة جديدة ويا دار ما تخليك شر. صعب يا جماعة صعب. أنا قلبي قفز من هالزلمة ويمكن ما يصفى قلبي من ناحيته طول عمري. لا يا عمران مو لهالدرجة، أنت الثاني لا تحملها كتير. لا سيدي بدي حملها، وإذا بتريدوا لا بقى تفتحوا لي القصة مرة تانية منوب حتى ما أخسركم تخسروني. هاي شغلة شخصية بيني وبين خليل ولا حدا يتدخل. إذا بتريدوا لا حدا يتدخل منوب. أعوذ بالله، شو عم تحكوا انتو؟ كل شيء لا شغلة. المعنى؟ المعنى أنا قطعت عهد على نفسي طول حياتي إيدي ما تسلم على إيده وعيني ما تلعب بعينه ولساني ما يحكي مع لسانه. يعني ما في نتيجة؟ ما في نتيجة نهائيا، ومن شان الله شيلوني من هالسيرة. لوين رايح؟ لوين رايح؟ عالتمساية. تمساية مين؟ لك شو بقي نسيتي؟ من صبح قلت لك انه قرايبه لابو غيث توفى اول تمباري؟ ايه قلت لي، ايه نسيت بس. شو قاوي؟ شو؟ ما تبطلي العادة؟ يلا خاطري. الله معك الله يسلمك. عاد نسيت عاد. كيفك خليل؟ ماشي الحال يا عمران؟ قديش صار لنا ما شفنا بعض؟ يعني شي 20 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ليش هيك عملنا بحالنا؟ والله ما بعرف سيدي. الله يلعن الشيطان وغضبه. اللي أنت شو أخبارك؟ أطلعت على التقاعد من 4 سنين، واعد بالبيت أنا وهالمرة. جوزت ولادها؟ كلهم جوزوا. وأنت؟ أنا جوزت بنتي على كندا وابني عم يشتغل بالخليج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل
سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أهلين حبيبي. أهلا وسهلا. معقول يا زلمة؟ معقول نقاطع بعضنا 20 سنة مشان سبب تافه يا خليل؟ شايف شو عقلنا خفيف شايف؟ قسما بالله يا خليل نحن أجرمنا بحق أنفسنا، وأنا بصراحة ما رح سامح نفسي أبدا. ولا أنا. يا لطيف قديش ندمان على هالسنين يلي فاتت وما شفنا بعضنا. يا سيدي ملحوقة ملحوقة خليل، ولازم نعوض هالأيام اللي راحت. بالفعل المفروض من هلأ ورايح نشوف بعضنا كل يوم. شو رأيك نرجع نلم الشلة من أول وجديد ونفتح دوري جديد للشدة؟ حكي ما بقي لنا تسلاية تانية غيرها. شو المانع منلعب شدة كل يوم؟ شو في ورانا يعني؟ بس مو زدت لك ديناري تقوم تقلي زديت اللي بزدوني؟ أنا ولا أنت؟ إيدي على راسك وبعرفك سادي، يوم تزديت اللي ديناري ولا بستوني؟ ديناري طبعاً. لا اسمح لي إلك إنك غلطان، أنت ليلتها زديت بستوني مو ديناري. لا يا حبيبي ديناري زديت، أنت يلي غلطان. يا الله معقولة؟ بتضل متمسك برأيك من 20 سنة؟ وانت معقول تضل ميبس راس 20 سنة؟ انا راسي يابس؟ نعم يابس راسك انت، وايبس من الصخر كمان. لا زودت عمران، بالفعل انك حقود وقلبك اسود. انا حقود ولا انت يلي عنيد ومتزمت وبفرد شقفة؟ لا انا ما بسمح لك تحكي معي هيك، فهمت؟ ان شاء الله عمرك ما تسمح. ضربة تخلع رقبتك خلع ورصاص يلي رصك يا تيس. اخرص اخرص ولا حرف يا دب. ولك انا دب؟ واحد مثلك بيخرص. بدي ورجيك قيمتك وقل عن ابو يلي نفضك. يظهر انك ما تربيت من القتلة اللي طعميتك اياها من 20 سنة، وجلدك لساته عم يحكك على قتلة تانية يا كلب. انا جلدي عم بيحكني؟ قسما بالله لا دعوسك برجلي دعوسي. انت ما دعوسي يا خلف. انت ما دعوسي. لك حل 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 لك. مرحبا فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا انت خليل؟ عن جد رعبتني. ليش كنت شايفه شكلي برعايه؟ يعني ما راح تبطل الحركات؟ نقزتني. كيف هو المحروس؟ بيبوس ايدك. لك ايه نياله يا عمي، لقني غلق نيالك. ليش بقى؟ طول الوقت ماشي جنبك، شو بده احسن من هيك؟ ايه بسيطه، تحب اسحبك بداله؟ لك على الرغم انه مسحي غليظ بس بحبك. كذاب. لا يا فوزيه، ليش عم تقولي عني كذاب؟ لانك لو بتحبني عن جد ما كنت غطيت خمس ايام ما ورجيتني خلقتك فيهم. شو نسيان اني خطيبتك؟ ليش هالشغله بتنتسى؟ لكن ليش ما عم تجي لعنا؟ حدا مزعلك من اهلي شي؟ لا والله يا فوزيه، اهلك ما في منهم، وبصراحه اليوم جايين نسهر عندكم انا وبي. دخيلك انت وهالسهره، يعني ضروري تسحب ابوك معك؟ يعني ما بدك بي يجي لعندكم؟ لا مو هذا قصدي، ولو اهلا وسهلا فيك وفيه، بس اذا ابوك اجى لعنا رح يعلق مع ابي بحديث له اول وما له اخر، ونحن بقى منضل ساكتين كل السهره. لا اطمني، بهالسهره بالذات ما في احد يجانبيه نهائيا. وشو عرفك؟ لأنه بهالسهرة جاي نحكي بموضوع واحد ما في غيره. أنا موضوع؟ لك لا يا فوزية، موضوع لأنا وإنتي. اليوم بدنا نحكي مع بيك مشان نحدد موعد العرس، فشو رأيك بقى؟ عن جد خليل؟ لك طبعاً عن جد، لك هي مواضيع بمزح فيها؟ تعال شو قلت يا ابو فواز؟ الاولاد صلوا مخطوبين 4 اشهر، بقى لايمتى بده يضلوا مخطوبين؟ لازم نمشيهم بقى. لوين بدنا نمشيهم؟ يعني بالعربي الفصيح لازم نفرح فيهم، وبتعرف عنا بالضيعه، يعني ما بصير تطول الخطبه، لانه اذا طولت بصير فيها مشاكل وبصير فيها نقار وقال وقيل. والله صحيح، معك حق يا ابو خلال. ومثل ما بتعرف يا ابو فواز، يعني أمورنا كلها صارت جاهزة، هي جهزنا لخليل غرفتين بالعلية، واشترينا له البسط والحصر، ونجدنا له المخدات واللحف، يعني صرنا مساوي له 30 مخدة، وأم خليل كل ما لقيت حالة فاضية بتساوي له مخدة الأخر. وأمي كمان عملت لهم 4 مخدات، ونجدت لهم فرشة صوف، واشتريت لهم طناجر ومشربيات. عالي كتير، حلو الكلام، ما ضل شي، بقى إمتى بدنا نفرح فيهم يا أبو فواز؟ هو بصريحة يا أبو خلال، أنا حابب جوز الولدين بنفس الوقت. أنا ولدين؟ يعني الله يخلي لك ولادك، حابب جوز ابني فواز بنفس الوقت اسمنا شغلي صارت وصارت يعني. إيه شو علي، وهيك بصير الفرحة فرحتين. بس يا أبو فواز، على حد علمي لسه ما خطبت لفواز، مظبوط ولا أنا غلطان؟ يا سيدي وشو هالمشكلة العويصة يعنى؟ هلق منخطب له عالسراع ومنجوزه. لا وخاصة انه هلق معي 200,000 ليرة من حق الموسم، بقى خلينا نجوزه ونرتاح من همه قبل ما ينصرفوا المصاري ويذوبوا. حاكم المصاري عم تذوب مثل الملح، مثل الملح عم تذوب. بس عطيني فكرة ابو فواز، امتى ممكن تخطب لفواز؟ بأول إجازة بياخذها من العسكرية بنخطب له إذا الله راد، وبعد ما نخطب له منحدد موعد العرسين، وصلى الله وبارك. بقى شلوني معك يا أبو خلال؟ ماشي، وأنا ما عندي مانع، واتكلنا على الله. على ماي على ماي. شو يا حبيبي، ما ترسل لي قميصي؟ روح لا روح، أنا لا تضرب. كيفك يا شيف رمزي؟ لا طبي، كيفك يا فواز؟ لا صلوح، اللي اجيت ضايق اخلاقي، عود سليني شوي. يا تكرم عينك، بس حبيبي سياده النقيب طيبك، روح شوف شو بده. ولي شو بده مني سياده النقيب؟ شو بعرفني، روح شوف. روح. غريبه، معقول يكون حدا فسد علي قال له اني هربت من النوبة الحرس امبارح؟ ليش هربت من المناوب امبارح؟ لا انت ما بتعرف يعني. اي والله صحيح. هلق حبيبي، اركيد اركيد بسرعة، شوف شو بده، ورجع بسرعة بلا ما يصاب. قلتك أحسن شي، أحسن ما يسلخنا شي عقوبة، حكي من غير دفع مرؤوس. إي والله. هات صالح عيرني السدارة تبعك. ليش وين سدارتها؟ لك نسيانة، عيرني إياها. طيب خي، بس بترجعها. خلص شو راح ناكلها. لك يا خي فواز،
حبيبي ما تنسى تفقع تحية مرتبي قدام شهد نقيبة وهيك تقدم اسمه. خلاص فهمنا الله ما لا تسلق مش تحية خلاني انت الثاني وا تنسى ها. نعم احترامي سيدي. احترامي سيدي العريف فواز أمبوها سيد نقيب. أهلا يا عريف فواز، جايتك برقية من الضيعة يا عريف فواز. خير إن شاء الله خير يا رب، بس ما يكون حدا توفى سيدي. لا لا إن شاء الله خير، تفضل هي البرقية وقراها على راحتك. خير يا عريف فواز، إن شاء الله ما في شيء. لا سيدي ما في شيء، بس أهلي ناويين يجوزوني. هلا هيك كاتبين لك بالبرقية؟ لا طبعا سيدي مو هيك كاتبين. قايلين لي احضر حالا الى الضيعة عند اول اجازة، لأننا قررنا ان نخطب لك، القائمة جاهزة وما عليك سوى الحضور والاختيار سيدي. أنو قائمة؟ لا سيدي نحن عنا هيك بالضيعة. الشاب اللي بينوي يخطب بجهزوا له أهله قائمة بكل بنات اللي على وش جواز سيدي، وهو أيضا بيختار البنت اللي بتناسبه. طيب وإذا كان ناوي يتجوز من برات الضيعة؟ ممنوع سيدي، ممنوع منعا باتا، لحد هلأ ما في شاب تجرأ وجاب واحدة غريبة لعنا على الضيعة. ولله في خلقه شؤون، على كل حال مبروك سلفا. الله يبارك فيكم ويخلي لنا إياكم سيدي. لكن روح قدم لي طلب إجازة 6 أيام لوقع لك يا فورا. عن جد سيدي؟ ليش في بالعادة نمزح مع بعض يا عريف فواز؟ عفوا سيدي، ما هذا قصدي، على كل حال رح أكتب طلب فورا. تعال هون تعال هون. شو وين طاحي؟ شو يعني اذا رح تاخذ اجازه بتنسى التحيه؟ احترامي سيدي. اوب 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 6 أيام؟ يا ويلي حظي المسخم انا يا ويلي. لك صري شهرين مقدم له اجازه ل3 أيام ما كان يوافق لي. العمى شلون زبطت؟ لك ليكون مدبره للنقيب. لك شو مزبط النقيب انت التاني؟ بس النقيب موقف كل الإجازات من يوم هديك الحادثة. أين حادثة؟ يا سيدي الشهر الماضي ضيع زيادة النقيب 1000 ورقة بحقل الرمي، نزل دور عليها قلب الحقل كله فوقاني تحتاني ما لقاها، وكان قابض من 2 3 أيام راتبه يعني، قام عمل اجتماع وشاب كل هالعساكر ونزلن على الحقل وقال لي اللي بيلاقي 1000 ورقة له إجازة يومي. وبلشوا لك هالعساكر واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني يفوتوا لعنده، كل واحد كامش بيده 1000 ورقة قال مشان ياخذوا اجازات. قام عصب النقيب وقال افي اجازه بقى ولا العسكري. لك كان شلون عطاء اجازه الفواز؟ لك اكيد مدبره بشي طريقه. لك شو مدبره ما مدبره انت الثاني، اصلا النقيب ابي يحب هيك شغلات. بس كل القصه وقفيه انه فواز جايته برقيه من اهله من الضيعه. خير ان شاء الله، صاير لحدا شيء من اهله بالضيعه؟ لا لا طمن كل مناح، بس كاتبينه بالبرقيه قال تعال بسرعه بسرعه بدي اني يخطبوا له. شو هالحكي هذا؟ هلا مشان البرقيه اخذ 6 أيام. اصبح بكره بدي خبر اهلي يبعثوا لي برقيه انا الثاني، بركي باخذ لي شيء اجازه مثله. كيف كان هالحكي؟ وانت واثق انه النخوه رح تضرب براس النقيب مره ثانيه ويعطيك اجازه انت الثاني؟ مرحبا يا شباب. اهلين بالفوز. اهلين خي فواز، مبروك على الاجازه خيو. الله يبارك فيكم يا رب. عقبالكم. عقبالنا امنين يا حسره، نحن لا بدنا ننضرب نخطب ولا بدنا نتشحر نتجوز، شلون بدنا يعطونا اجازات؟ سيدي الله كريم الله كريم. فواز بدي اسالك سؤال بس بتجاوبني عن جد بدون لف ودوران، هلا انت عن جد بدك تخطب ولا هي حركه عاملها هيك وهيك انت واهلك مشان تاخذ الاجازه؟ هو انا بصراحه ما كنت مفكر بهالقصه بنوب، بس يبدو أهلي ملاقيين لهم شي عروس ظريفة وخايفين تطير من إيدهم، هاي هي كل القصة. إي والله الحق بإيدي، يطير يا حبيبي يطير، طير قبل ما تطير العروس. شو جبلكم معي شباب؟ يلي بيطلع من خاطرك، أنت كريم ونحن منستاهيل. طيب، رح جبلكم معي مجمع حلاوي. مجمع حلاوي؟ تضرب تضرب، قسما بالله العظيم الحلاوة طلعت من عيوننا ومناخيرنا يا رجل. طيب طيب تكرم عينك، الكن علي اذا خطبت ومشي الحال لجيب الكل معي نقف الدين اكلة كبة تاخذ العقل. منيح هيك؟ مو منيح وبس، ممتاز جدا جدا، بس اسمع ابو الفوز بتجيب الكبة كبة يعني على اصولها، برغل ولحمة هيك شيء مرتبة، مو مثل ما جبتها المرة الماضية مو معروفة كبة كشك او كبة بطاطا، يعني يا افتح بابك وافتخر يا سكرون ستير. ولو تكرم عينكم كلياتكم. وا
العافيه ام فواز. الله يعافيكم. اهلا وسهلا بام عزيز وام هلال. شلونك يا ام فواز؟ نحمده ونشكره، يلي بيرضى بعيش. هاي الدنيا كيفك فوزيه؟ الحمد لله نشكر الله. يسلم لي هالوش وحليان. هاي عيونك الحلوه يا خالتي. اتفضلوا ارتاحوا، ليش واقفين؟ معلش ام فواز مستعجلين شوي، بس اذا ما في اسئله نترك الاولاد عندك لبين ما نرجع من مشوارنا. بس هيك غالي والطلب رخيص، انتو حطوهن هون وتيسروا على شغلكم. كلك ذوق يا ام فواز. وهي البيبرونات مشان اذا جاعوا طعميه. لا يا ام عزيز، شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ لا ما حبيت لك يا هنو. ليش بشو غلطت يا ام فواز؟ انا موجوده وبدكم رضعوا لكم الاولاد من البيبرونات، مو عيب؟ انتو تيسروا على شغلكم، وانا بس يجوعوا برضعهم من صدري تكرم عينكم. الله يبارك فيكي ويخليكي، اصلا هذا عشمنا فيكي. ما شاء الله وكان حولك وحواليكي. الله عاطيكي صدر مثل النبع. نحمده ونشكره. الاولاد بامانتك ها؟ ما تهكلوا هم. انتو تيسروا ما عليكم. يلا خاطري. مع السلامة. هلا ضروري كل مرة بهالضيعة بدها تروح مشوار تحط ابنها عنا، اما هي سمعة. شو فيها لك بنتي؟ المعاملة مع الله، شو عليه؟ ما اختلفنا يا أمي، بس ضروري تعني صدرك سبيل لأولاد الضيعة؟ يا فوزية، أنا 100 مرة قلت لك هاي نعمة ربانية، ما بصير نمنعها عن حدا. يوه أنت التانية، أنا رايحة على البستان أحسن شي. إيه الله معك. السلام لله، شو بنا؟ اهلا عايشة. لا تاخذيني والله ما انتبهت لك. الك اللي اخذ عقلك نياله. كيفك كنتنا؟ ماشي الحال نشكر الله. تفضلي فوتي. لا معلش والله مستعجله شوي، امي تاركتها لحالها بالبيت. ايه على راحتك. بدي اسالك سؤال، صحيح ناويين تخطبوا له لفواز؟ مين قال لك؟ ليش في شي بيتخبى بهالضيعه؟ ما جاوبتيني. ايه في هيك نيه. ومين صاحبة النصيب يا ترى؟ بنات الحلال كتار. يعني ما حطيتوا عينكم على وحدة معينة؟ لا عم ندور له. ايه كتبتوا القائمة ولا لسه؟ لسه ما كتبناها. على كل حال فواز بيستاهل كل خير. تعرفي فواز لازم يتجوز وحدة واعية وقد حالها لحتى تقدر تدير بالها عليه. يعني اللي بقصده انه ما بتناسبه اي بنت من بنات هالجيل، لانهم لا تاخذيني بهالكلمه كلهم مصروعات، مو اخذ عقلهم غير الحمره والبودره واكل الهوا وراغب علامه. يعني فكرك ناخذ له وحده كبيره؟ ليش لا؟ يعني شو المانع؟ شوفي هو مثل ما قلتي بجوز ناخذ له وحده كبيره، بس بدك تقولي يعني بنت 20 25 مو بنت 40. شو قصدك؟ لا ولا شيء، بس لمعلوماتك عيشة نحن عم نفكر ناخد عروس لفواز مو ام تانية. اي ورصاصي خلع رقبتك خلع. والله وصل لك لسان تحكي يا فوزية. بس بسيطة مو الحق عليكي، الحق على اخي اللي ما قصل لك لسانك. ولك يخرب بيته وبيت بيته، انه شو عجبه فيكي ماني عم بعرف. يا فوزية فوزية. نعم امي. ناوليني واحد هالولاد اللي يضعه. يا امي والله حرام عليكي، وفي حليباتك لاخي عبي، شو الله جابك ترضعي اولاد الناس؟ هلا ناويني واحد من بيناتهم بلا كثره حكي بيكونوا طقوا من الجوع. حاضر. شفت عايشه وانا جاي؟ وشو بده منك عايشه؟ عم تسمعني كلام من شان فواز. المسكينه حاطه عينها علي. يي كش برا وبعيد، قال حاطه عينها علي قال، ايه ما فشره؟ يعني انا خلصوا بنات الضيعه، حتى بدي اروح اخطب لابني وحده عانس؟ لا تخافي علي امي، سلختها جواب من كعب الدست وما قصرت فيها منوب. يا بنتي انا 100 مره قلت لك لا تجادليها، اصلا مالك مصلحه تعاديها. بعدين طلعتي ونزلتي هي بتضلها بنت حماكي، واذا كان بنت حماي يلي بيطلع بايدها تساوي. Thank you.
الحمد لله على السلامة. مرحبا يا أبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يرضى عليك يا ابني. يسلمك يا رب. إن شاء الله إجازتك طويلة هالمرة. ست أيام. شلونك فايز؟ الحمد لله مشتاقين لك. الله يسلمك. إذا ست أيام معناها منلحق نخطب لك فيهن. يا أبي ليش مستعجلين كتير؟ شو صار على الدنيا؟ قال يعني أنت مش مستعجل وقلبك عم يقول حق بق. بصراحة يا أبي أنا مالي مستعجل. إيدي بزنارك لا تقولها فواز، لازم تستعجل حتى أنا صف على الدور. ليش لو نبيعكي؟ بسيطة من شانك ها؟ خلاص. طيب خلينا هلق نروح على البيت، حاكي مقاني جوعان كثير ومش مصدق إمتى أطرق بطن مرتب. أسجل عندك كمان يا فايز. فكرية بنت بوجدعان. فكرية بنت بوجدعان. بنت بوجدعان. ايه وأنا كمان تذكرت هندية بنت صحية الأعمش. ايه هندية. هندية الأعمش. الأعمش. قديش صارت القائمة؟ 17 اسم يا بي. شو أم فواز؟ ذكرينا لسه في بنات خرج الخطبة بالضيعة ولا خلصوا يعني؟ ايه في وحدة مهدية بنت أبو حسين. لا المهدية لا تسجلها يا فايز لا تسجلها. ليش بقى؟ أمي فصعونة فصعونة كتير. لك شو فصعونة؟ المسخ يمسخها حيصير عمرها 14 سنة بس هي جسمها بيعطي أكبر من هيك واللي عم يشوفها عم يقول عمرها 18. ولو كان يا أمي ولو كان بتضل البنت اسمها صغيرة. أنا بدي بنت كبيرة وواعية تفهم علي وافهم عليها يعني شي 16 سنة على الأقل. احكي لك كلمة يا أبي. خلاص خلاص مش مشكلة لا تسجل مهدية. فكري يا أم فواز لسه في بنات بباليك؟ لا والله هلأ ماني متذكرة حدا. أصبح خلاص هلأ وإذا تذكرت شي اسم جديد منضيفه للقائمة بعدين. قل لي كم اسم صاروا؟ لساته 17 يا أبي. قليل قليل كثير مش هيك يا فوزية؟ المعلوم قليل يا أبي. يعني بكل هالضيعة أفيش غير 17 بنت خرج الخطبة؟ أكيد في يا أبي بس هدول أكتر الناس بيناسبونا. خلاص يا أبي 17 بنت كفوا مناح. هات أشوف القائمة هات. رمزية حسن فوزية وفي قبلية اسماء رينا ملك هاداد عظيم كثير. قل لي أشوف مين اخترت من هالقائمة؟ نقيلي أنت يا أبي والله شي بحير. لا تحتار ولا على بالك امسك هالقائمة هذه ودرسها على مهلك من هاون لبكرة والبنت يلي بتأشر عليها منروح منحكي لك فيها فورا. وأنا يا بي ما بدكن تكتبوا لي قائمة إلي؟ وأنت بكير عليك شوي خلينا بالأول نخلص من هم أخوك وبعدين منفكر بموضوعك. وبصريحة كان لازم سميك فاير مش فايز. مرحبا يا شيخ شو ليش قاعدة لحالي؟ مع مين بدي أقعد لكان؟ ولو قاعدة مع أخوكي مع خليل ها؟ وهي قاعدة. خليل صحيح ابن حماك رجع مبارح من العسكرية؟ ايه رجع أخذ إجازة وأهله ناويين يخطبوله. وكتبوا له القائمة ولا لسه؟ ما بعرف. تعرفي أنا ما بتدخل بهيك شغلات. ليش لحتى ما تتدخل؟ أصلا لو كانوا هن فهمانين كان لازم يشاوروك بكل شيء، مو هيك الأصول؟ بيشاوروني لما بصير جوز بنتهم مو هلا. نفس الشيء هي مثل هي. واحد غيره كان ما حل عن بيت حماق الا لحتى شاف القائمه كلياتها. هلا بدي اعرف يعني انت ليش شغله بالك بهالقصة؟ اه لا انا ماني شغله بالي ولا شيء. لك انا عم بحكي مشانك ماني حابه انه بيت حماك يستوطوا حيطك من هلا. فعلا القعده معك بتهز البدن. روح عنا يا هلا. القعده معي بتهز البدن؟ تضرب شو خروق وتشتوش ايه؟ ايه فواز ما قلت لي انت شو صار معك؟ الحقيقة يا ابي انا كنت محتار بين تنتين ثلاثة. شو؟ قال محتار قال ولساتك محتار يعني؟ بيت استخارة مبارح بالليل والحمد لله الله سبحانه وتعالى ألهمني على فريحة بنت ابو علي الدكنجي. ونعم الاختيار والله بنت بتطير ضبنات العقل أداة وجمال وحشمة ومن جميعها. ايه والله فريحة بتنشرب مع المي الأكرة
وغير هيك وهيك، الواحد يحكي الحق، الجماعة توبن من توبنا. لكن خلينا ندق الحديد وهو حامة، شو ناطرين يعني؟ قوم معي فايز، قوم لقلك، قوم، قوم خلينا نروح نحكي بالبنت ولك. هيك بدكم تروحوا بدون جاهة؟ ما فيش وقت للجهات هلا، قال جاهة قال، قوم ولك، قوم فايز. يلا. يلا، ادعوا لنا. الله معكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله يا الله. أهلين وسهلين، شرفتوا والله. الله يزيدك شرف خيب وعلي. يسلموا هديات. الله يسلمك. يسلموا الإيدين يا عمي. الله يسلمك يا ابني. إيه خيب وعلي، والله ترى أنا رح أحكي من الآخر ومن دون مقدمات يعني. تفضل قول، شو بتأمرني؟ أنا جاهز. نحن على بركة الله جايين نطلب يد بنتك فريحة لابننا فواز. بقى شو قلت؟ بتكون فريحة لفواز؟ ليش عندك مانع؟ شو قلت؟ قلت والسبع تنعام. ليش أنا بحسن أقول شي؟ نحن بنتشرف فيكم أخي أبو فواز، وأنت بتعرف هالشي. الله يبارك فيك يا رب ويخلينا إياك. يعني موافق ها؟ يعني الحقيقة أنا موافق، بس يمكن في مشكلة صغيرة. مشكلة؟ وشو هالمشكلة بقى لا سمح الله ها؟ يعني ما بتعرف؟ لا والله. وشو يلي بدي اعرفه يا ابو فواز؟ يعني بنتي فريحة بزمانها رضعت من مرتك ام فواز. شو هالحكاية؟ ايه مثل ما عم اقول لك، يعني بنتي فريحة اخت ولادك برضاعة، واذا مالك مصدق روح اسأل مرتك. شي معقولة؟ الغريب انه مرتي بتعرف انه نحن جايين نخطب فريحة وما جبتش هيك سيرة بالمرة. بتكون نسيت، وجل من لا ينسى. طيب بسيطة، ما تأخذناش مشان الله يا أبو علي. يخلي لي إياه. ولا يهمك. قوم لك، قوم. قوم لك. السلام عليكم. مع السلامة. هيك شغلات بتحصل كتير عمي، ولا يهمك. شو الحكي؟ هلأ فريحة، فريحة، أختي برضاعة. ايه والله مزبوط يا ابو فواز، هلا تذكرت. وشو تذكرتي ست الحسن؟ تذكرت اني رضعت فريحه لما كانت امها مريضه. شو هالحكايه؟ اي صح النوم، هلق تذكرتي؟ هلق بعد ما طلعنا بسواد الوش قدام ابو علي الدكان جاي؟ لا سواد الوش ولا شيء، لسه في قدامكم 16 بنت بالقائمه، نقوا على كيفكم. شو فواز؟ شو رايك اني؟ شو رأيي؟ خلاص اخطبوا لنا هندية بنت أبو فرحان. وأنت قلت يا فواز هندية بنت مؤدبة وجميلة وزاكي وسمارة مجذب. امشي تقلك ولا فايز. يلا. امشي يلا. امشي تقلك امشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. فشو قلت خيب وفرحان؟ والله يا أبو فواز إلنا الشرف إنه نناسبكم، بس الواجب إنه استشير أهل بيتي، هيك الأصول ولا شلون؟ حقك يا سيدي حقك، بس يعني يا ريت تشاورهن هلق وترد لنا خبر بسرعه، لانه مثل ما بتعرف اجازه فواز قصيره وبدنا ننهي الامور قبل ما تخلص. وهو كذلك، عن اذنكم. تفضل. مليحه هندي لخيك؟ مش مليحه؟ ايه والله مليحه وعين الله عليها. بعدين بيني وبينك يا بي، هندية في وراها رزقة محرزة، لأنه أبو فرحان في عنده 4 بساتين، ولا ما يطلع البستان من هالبساتين. قولتك يا فايز، أبو فرحان ممكن يعطي البنات؟ وليش لحتى ما يعطي يا بي؟ لأنه هالعيلة بالذات أبتوردش البنات. أبوه لأبو فرحان الله يرحمه بزمانه ما عطاش شي للبنات، حرمهم كلياتن. إي يا أبو فرحان بشر، شو رأي أهل بيتك؟
والله يا ابو فواز اهل بيتي موافقين، بس في مشكلة صغيرة وكبيرة بنفس الوقت. مشكلة صغيرة وكبيرة؟ خير ان شاء الله. ام فرحان عم تقول انه هندية رضعانة من ام فواز مع بنتك فوزية، يعني بالقلم نشرح هندية اخت ولادك برضاعة. كمان هندية؟ دخيلك ما تأخذناش يا ابو فرحان، ما تأخذناش. قوم لك قوم. شرفتوا اهلا وسهلا. بس مرتي عم تقول انه مرتك مرضعة حسنين مع اولادك. شو هالحكي يا ابو غانم؟ قول غير هالحكي. يا ريت عندي غير الحكي يا ابو فواز، بس ام غانم عم تقول اسألوها لام فواز. شو بدنا نسألها يعني؟ اسألوها كم رضعة مرضعة حسنية. اذا مرضعتها اقل من 3 رضعات بيجوزوا لبعضهم، اما اذا مرضعتها 3 رضعات واكثر ساعتها ما بيجوزوا لبعضهم. ماشي الحال، قوم تنسألها بيجوز يكون في شوية امل. وين الامل يا بي؟ لا قوم ورك قوم. ايش بك؟ ليكو التاني على هالسؤال، شلون بدي اعرف كم رضعة مرضعتها؟ ايش هم خدفتها؟ معناها ما استفدنا شيء، مطرح ما حبسوه شنقاوه هي فوزية. خلاص خلاص، اشخطوا اسم حسنية من القائمة لنشوف اخرتها. كم اسم لسه في بالقائمة ولد؟ 6 اسماء يا بي، بس ما يكونوا هالستة اخواتي برضاعة كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. لك معقولة انت؟ انت انت معقولة؟ شو كنتي عاملي صدرك سبيل لبنات الضيعة يعني؟ لك بس بدي افهم، امتين لحقتي ترضعي كل هالبنات؟ اه؟ بعدين انا صاحب الحليب مش انتي؟ والمفروض تاخدي اذني لما بدك ترضعي حدا غريب، هاي كل اصول. طيب انا شو ذنبي اذا كل نسوان الضيعة متعودين علي؟ هاي بتروح على الحصيدة بتترك بنتها عندي، والتانية بتمرى بتبعتي بنتها لرضعها، وهديك بتحرق من جوزها، والتانية صدرها مخشب، واللي بعدها صدرها ناشف. طب شو بساوي؟ بترك كل هالنسوان بدون مساعدة؟ والله قلبي ما بيطوعني. ايه بس بس لعيتيني قلبي. قم فايز قم ولك، ان شاء الله 6 اسماء اللي باقين بالقائمة ما يطلعوش اخواتكن برضاعة كمان. خلاص خلاص يا بي خلاص، لا تعزبوا حالكم، انا بطلت اتجوز. وليش بطلت يا بخش القلب؟ شو على كيفك الشغلة انت الثاني؟ بدك تتجوز يعني بدك تتجوز ورجلك فوق رقبتك كمان. يا بيفهمني مرة واحدة بس، الله يخليك مرة واحدة، أنا مالي مستعجل عجوازي، خلاص بنأجلها لبعدين. مشان تفلت على حل شعرك؟ لا ما حذرت، بدي جوزك وضبك اليوم قبل بكرة. فايز امشي تخلف، امشي يا بي. أنا امشي ولك امشي. يا الله بدنا نضبه. صبر جميل وبالله المستعان، هي امك طلعت مرضعه كل بنات الضيعه، وكانه مش حاسب حسابها انه اولادها بكره بدهم يكبروا ويتجوزوا، يعني عامله صدرها خابيه، كل واحد بمد الكيله فيها وبيشرب. شو الام هذه؟ معقوله امك انت؟ معقوله؟ الله يسامحك يا امي، الله يسامحك. امشي ولك امشي. الله يسامحك وما امشي. وبعدين يا ام فواز وبعدين فهميني واخرتها يعني. طيب شو رأيك نخطب له من الضيعة اللي حدنا؟ ليش نحن قدرة الضيعة اللي حدنا؟ هون بضيعتنا بيقبلوا معنا بمهر 100,000 ليرة، بس هنيك صدقيني أبيقبلوش غير 200-300,000 ليرة بعد. طيب شو رأيك نخطب له بنت أبو فتحي عز الدين؟ هاي متأكدة إنه أنا ما رضعتها أبدا، لأني بهديك الأيام كنت متخانقة مع أمها. وقديش عمرها بنت أبو فتحي عز الدين؟ يعني بعد شي شهرين بصير عمره 10 سنين. 10 سنين؟ لك شو جنيتي انت؟ جنيتي خلاص يعني ما عاد فينا عقل ابد؟ معقولي انا روح اخطب وحدي عمره 10 سنين؟ بدك تساويني مسخرة قدام اهل البلد؟ شو بدهم يحكوا علي اهل الضيعة ها؟ لا تضوج علي ابو فواز، نحن هلا بنحكي فيها حكي بس. ولك يحاكيك الحكيم ان شاء الله. خلاص خلاص سكري الموضوع، سكري بقى وحاجة لعي، هذا اللي كان ناقصني والله. يخرب بيتك 10 سنين. شبك انت التاني لسه حاطط لي الحزن بالجرن وقاعد؟ فوزية مشان الله تركيني بهمي. ها فايز في شي؟ هلا هلا، البنت اللي كنت حاطط عيني عليها وناوي اخطبها السنة الجاية. ايه شبه طلعت اختي برضاعة. معقولة؟
شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم بقول لك يا فوزية، ما بزل عليكي. ولي بس ما يطلع خطيبي خليل اخي برضاعة كمان. معقول يطلع خليل اخونا برضاعة؟ يا حبيبي على القفلة. تفضلي. يا ستر يا رب، لشو القرآن؟ حتى تحلفي عليه انك ما رضعتيش خليل. اذا مشان خليل انا متاكده اني ما رضعته، وبحلف انا مطمنه. وشلون متاكده بقى؟ لانه خليل انولد برات الضيعه، وابوه كان عم يخدم بحمص، وما اجى لعنا على الضيعه الا بعد ما صار خليل بمدرسه. الحمد لله والف الحمد لله. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه وشو ناويين تعملوا هلا؟ والله يا ابو خليل بالوقت الحاضر اجلنا موضوع فواز شويه، بقى شوفوا انت ايمتين بتحبوا تزفوا خليل على فوزية، نحن جاهزين. ماشي الحال. إيه؟ على بركة الله. اهلين عمي ابو فواز. اهلين عايشي، يسلموا هديات شلاوني. الحمد لله منيحة وايديك. شو عمي ابو فواز؟ ان شاء الله لقيتوا عروس لفواز. ها؟ لقيتوا عروس لفواز؟ ايه القينا. مين بسلامتها؟ انت من بعد اذن ابو خلال طبعا. انا؟ اي انت، لاني متأكد 1000% انه ام فواز ما لحقتش ترضعك، لانه عمرك من عمرها تقريبا، عمر الورود يعني. لفواز؟ ايه نعم، اخواته برضاعة. اخ انيال شو بده يلم نقوط. لك شبك يساكني؟ اطرقي لك كم زلخوطه بمناسبه العرس. إيه الله يسامحك يا ابو فواز على هالرميه اللي رميته اياها لفواز. انا اللي رميته اياها ولا انت؟ انزلي انزلي مش حلوه، خلينا نشارك الاخوان بالعرس والفرح. يلا يلا انزلي يلا ولي.
شباك عرقان وعم تلهب. عمي ان شاء الله ما كتبتوا كتاب عيشه على فواز اليوم. لا والله لسه خير يا ابني، في شيء؟ لانه ستي بتسلم عليك وبتقول لك انه عيشه فواز ما بيجوزوا لبعض. وليش بقى؟ لانه عيشه بتكون اختها لعمتي ام فواز برضاعه. شو هالحكاية؟ يعني عيشه خالته لفواز؟ صحيح مثل ما بيقولوا، طب الجرة على تمه بتطلع مرض الى امه. اوف داي اخلاقي كتير يا جيهان، وراح اموت وحاسس هيك شي طابع على صدري مثل العرتيلة الكبيرة او العنكبوت. سلامتك يا مولانا. ما بزل عليكي، ضيقة اخلاقي صايرة عندي عادة وما عم يرتاح راسي ولا على وسادي. وشو السبب يا سيد الناس؟ ما بعرف يا جيهان، ما بعرف، حكمي كل ماله عم يرجع لورا، وحاسس كأنه الكرسي من تحتي تختخ وانهرى، وإذا فقست رجل الكرسي تحتي منروح معيس أنا وأنتي. أعوذ بالله، هذا كلام خطير يا مولاي. إذا كان هالكلام خطير فالواقع ألعن وأخطر، ولازم لاقي له تدبير قبل ما اتندم واتحسر. طيب فهمني، شو السبب الأساسي اللي خاطك خض؟ أنا عم يقول لي إحساسي إنك حامل السلم بالعرض. أبداً يا جيهان، أبداً، كلامي مؤسس على الواقع، والخطبة عم يدعو علي شي على المنبر شي بالجامع، شي بالبيت شي بالشارع، وأنا عامل حالي مالي سامع. شو هالحكي يا مولاي؟ شو عم تمزح معي؟ لا وحياة الغوالي، بس هذا صاير معي، الناس بلشت تشتغل فيني وبلش التنغيم والتنقير. هلأ هذا اللي شاغل بالك؟ فكرت الشغلة أهم، مو محرزة تكركب حالك وتعيشنا بهم وغم. بعدين الحكي بيضل حكي ونص الحكي ما بينسمع، وإذا كنت حربوق وذكي بتحط هالكلام تحت جزمتك بترتفع. ما بيصير هالكلام يا جيهان، ما بيصير. وشو هذا اللي ما بيصير؟ ما بيصير دير ظهري للدبابير وقول الله يلطف بالمقادير. بعدين السلطان لما عيني وصاني اني ارضي الجماهير. ايه دخيلك انت التاني، يعني شو بده يعمل الجمهور؟ ايه طلعت الحشيشه على لساني وانا اقول لك خليه مقهور. بس يا جيهان اذا ضل مقهور بليله ما فيها ضوء قمر بيزور؟ ايه لا ما حذرت، لانه شعبك اذا جوعته تذلل واذا شبعته تدلل. بقى خليه عم يشكي لقله ولا تزعش حالك بهالشغله. تضاع يا جيهان على هالشعب شو دبيقة. لا وبيتمسكن قدامي مثل البزيقة، بس هو بالحقيقة جراد على الغصن وبرغوت بالإدن وحية تحت التبن. شي بزن بده زيادة راتبه الميري، شي بده اشمله بعطفي وتدبيري. وإن زودنا راتب الحجاب بيزعلوا منا الكتاب، وإن زودت لكتابي بينجلقوا علي نوابي، وإن دللت القواد والحرس بتقوم قيامة الجندرماء والعسس. لا وشو بيقولوا أفراد الشعب؟ يا أخي الضرايب دبحتنا، كأني يعني عم أسرهن غصب وواسعة كتير زمتنا. إيه فشروا، إيه والله ما في أنضف من زمتك. مو عم بحكي الحكي لأني مرتك، بس النظافة فعلا ميزتك. إيه طبعا يا جيهان، لأنه مثل ما بتعرفي الشرف ونظافة اليد شعاري، ورح أقول لك كلمة ولا تقرفي، إيه ما في أنجس من المصاري. طبعا المصاري زبالة الدنيا، وشو حاجتنا للزبائر؟ وياما ياما على ربي متمنية يحميني من هالمسائل. لا وبتعرفي شو رح يصير فيني إذا خففت الضرائب؟ أولا رح تفضل خزيني ورح تحل فيني المصايب، ويمكن استلف من الدول وركب رقبتي ديون مثل يلي بعقله خلل وراكب راسه جنون. لا والسلطان العثماني بيبعث لي اغلص جوباته وبيكتب لي بخطه سلطاني شوفي بالخزينه هاته. ايه بقى شو بدي لحق للحق؟ قسما عظما يا جيهان مصروف قصري بالمكفى.
عندي خدم وعندي حشم وعندي حمير وعربايات وعندي جند وفي أتباع وفي زقرتية وأبضايات، لا وفوق منهم في مصروف شي لأهلي وشي أهلك، وعندي ناس وعندي ضيوف وتشريفات وسلم لك، والوالي لازم يظهر على طول بأحلى منظر ويرفع أنفه ويتبهور ويتكبر ويتجبر، مو غرور وشوفت حال، بس هي هيبة الحكم. مظبوط يا جيهان ولا مو مظبوط؟ يا سلام عليك، كلامك مدوزن ومظبوط وما في حرف منه مغلوط، فعلا هيك لازم نعيش، وإلا منصير مثل القديش بيشيل ذهب وبياكل حشيش. بعدين أنا يا جيهان إذا ما بقبقي بطناجري منين بدي طعمي عساكري؟ عساكري لحالهم بدهم 60 مطبخ و300 عشي، وعلى القليل على الوجبة 70 حلة كوسة محشي. طيب طالما بتعرف هالشي ليه تزعج حالك يا جناب الوالي؟ معلوم يا جيهان بدي انزعج، صحيح أنا متشكلة عندي قناعة بإني نظيف ورأيي سديد، بس كمان رأي الجماعة لازم منه نستفيد. هلأ عن جد هالناس البسطة السرسرية خوفوك ورح تعدل المنهج؟ إيه طبعاً، لأنه لا تاخذي الرفسة القوية إلا من الحمار الأعرج. إيه بس أنا بعمري ما شفتك حاسب حساب للشعب مثل هالمرة. صحيح. ليش؟ لأني خايف يعملوا لهم شي دوبارة أكل هوا من وراها. إيه بس أنا بشوفك حنون على شعبك وكل فكري إنه بيحبك. صحيح حنون، بس مثل الوز حنية بلا بز. وأريضة تقرضن، أي مو ناقص إلا تردعون. معلش معلش جيهان، لازم كون حكيم وإلا رح يصطادوني، وإن كنت غشيم ولئيم عالدعسة بيطاردوني. ولا يهمك مولانا سكجك، أنا رح لاقي لك حل وما رح يلحق دقنك بل. شو هو؟ أنت لازم تلهيهم. بيشو؟ يعني لازم تشغل فكرك وتستعمل مكرك، ومثل ما قلت جنابك الجماهير مثل الدبابير ما لها امان مهما مر الزمان. طيب شو اعمل؟ لازم تزت لهم شيء يشغلهم فيه عنك ومو متعودينه منك. مثلا؟ ما بعرف، بس تاجر الحمص اذا شاف البندق بينفلش، وانت لازم ترمي لهم بين ايديهم شغله تشيل تفكيرهم وتلهيهم عن مصيرهم. والله يا جيهان كلامك فيه وجهه نظر، وياما واقفة جنبي وقت الخطر، بس مثل شو؟ انت روح بكرة على ديوانك واجتمع بالمستشارين بإيوانك واسمع نصيحتهم بأذانك. ولكنك تأنه همي كبير والمستشارين طرشان، بحاكيهم بيضحكوا وبيغشوا مثل الجدبان. بدك تطول بالك وتظهر ودادك حتى تنال مرادك. مزبوط كلامك خرط مشطي. بصراحة في بتمي بحصة وبدي بقى قدام الوالي، ومهما كانت النتيجة بدي ادفع حقها ولو كان الثمن غالي. احكي بالمشرمح يا طاطيش، حاجة توارب بالحكي وتلطيش تلطيش. لحظة اغلو لحظة، شو طبيعة البحصة اللي بتمك؟ واذا بقيت قدام الوالي بيقلك يسلم تمك ولا بيحرق نفسك على نفس ابوك وامك؟ والله البحصة اللي بتمي مصنوعة من الصخر، وخايف اذا بقيتها يا عمي ينفوني لديار بكر. أصبح خليها تحت لسانك، اسمع مني. إيه بس خايف وجودها بتمي يسممني، يعني لازم أحكي وأعطي مشورة طلعت إيدها المسألة، ولازم هالوالي التركي ينحط بالصورة وحاجة جنان وبهدلة. وشو راح تقول له؟ راح أصارحه بالوضع. ولي حدا بيرمي حاله بتم الضبع؟ إيه بس لا تنسى يا أغلو إنه نحن مستشارين ومو شغلتنا نلقلق له من هلأ ليوم الدين. صحيح، بس إن شاء الله يكون رايق حتى يفهم ويستوعب، وإذا كان من نومه هلأ فايق حيكون رد فعله مرعب.
أصبح لازم نتكتل ونعمل ترسانة وكتلة، وإن شفتوني عم بتبهدل لا تقطعوا فيني الحبلة. ولا يهمك يا تعطيش، بس استعمل دبلوماسيتك يعني لطش له شوية تلطيش وكلنا رح نكون بمعيتك. يعني لا تدج كلامك دج، لأنه أنت لسانك صليط وكلامك إذا وقع على المخ بيرتج. بقى لا تورط نفسك واطلع منها صميت. لا تنسى أنه الوالي ما بيحب المعارضة وما بيحب الصوت العالي ولا بيقبل المفاوضة. يعني لازم تكون حلس ملس، وإلا بالأسيتاني رح تنحبس. يعني قل له لو يا ريت وحبذا، مو تقول له يجب ولازم وهكذا. طيب وشو طبيعة الموضوع اللي رح تفاتحه فيه؟ قصة الشعب الموجوع يلي الوالي محاسس فيه، لأنه مولانا سكجك مفكر الناس مبسوطة وما بيعرف أنه الناس من وجعها وفقرها عم تطلع بزلوطة. صحيح، بس القصة أنه الوالي ما عم بيقبض رأينا، بده يانا خشب مسندة ونسعينا، ما بيهتم بسعينا واجتهاداتنا عنده محددة. سيدي نحن علينا نجابه سلميا ونحاوره حبيا، بعدين انا رح استعمل معه اسلوب التكتكه، ان عجبه كان بها وان ما عجبه احنا دبلكه. يا جماعه يا جماعه، نحن من افراد الشعب وفي عنا رحمه وعنا ضمير، ومو لازم على طول الدرب ان تعطي مثل الحمير، ومهما كان مشوارنا صعب الله يلطف المقادير. الوالي سكجك جاي يشرف اخوانه باجتماع هام بديوانه. اي 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 مرحبا يا رفاق الصبا. شرفتونا مولانا، اهلا وسهلا بطلتكم. وان شاء الله على طول من خيط مسلتكم، وما يحرمنا مولانا من حنان نصرتكم. تفضلوا اقعدوا يا شباب. شلونك يا عمرو؟ تعينك بطول العمر مولانا سكجك. لساتك مثل ذكر النحل بياكل العسلات وبدايق النحلات؟ عفوا مولانا، ما فهمت القصد. قديش عم تاخد شهريا من هالشعب اتاوات؟ معليش احكي اللي بدك اياه، وانسى انك قدام والي تركي وصنيع تركية. نحن علمنا السلطان نحزي حزوه، وكل واحد فيكن يا اخوان يدلي بدلوه. السلطان علمني اجمع الاموال من سكان الولاية، مو بكيفي غصبا عني، ومو كل شي بينقال. خلي القصة مخباية، انا يا مولانا سكجك غير نمط، بعمري ما مديت ايدي للحرام وما في بسلوكي شطط، وروح قلبي الالتزام. اخرس بلا نفاق. امرك معلم. ان شاء الله العصي بجنابك تعلم. شوفوا المنافق على غفلة صار مهذب، وكأنه من يقظة ضميره عم يتعذب. وانت يا مراد؟ امرك يا سيد العباد. لساتك مثل الجراد نازل هف بجيوب العباد؟ مولانا الله يخليك، أنا مينيمون على الراتب وماكسيمون على المكافآت. ست حلقك قبل ما أقس ماك نصين، وحاجة تراوغ يا بندوق. ما في حيلجي مثل أبو الحصين، بس جلده بيضل معلق بالسوق. علق. ليش ما عم تعلق؟ ولا مو عاجبك كلامي يا حرامي؟ مولاي صوتي أصبح مخنق من هيبتكم قدامي. وانت يا تعطيش؟ سيدي صاير فيني مثل الفار، ما عم قرب إلا على البيت الخربان،
وما عم يطلع لي بالنهار لا سطل دبس ولا كوز رمان. الحق عليك يا دجال، لأنه مربى التين ما بيجي من بعر الجمال، والدبس ما بيطلع من بخش النمس. الحاصله يا طاطيش ويا مراد ويا أغلو، انتو لو بتحترموا حالكم ومو عاجبكم اسلوبي ما كنتوا ضليتوا بقصري عم تاكلوا من اكلي ومشروبي، بالعكس كنتوا استقلتوا وللشعب انضممتوا، بس انتو ما عندكم كبرياء يا اغبياء، انتو عندكم كبوا الكب من الكبرياء. شو بيصفى؟ ما تردوا؟ أمرك مولانا. كبوا الكب من الكبرياء. شو بيصفى؟ رياء. حلوة الفزورة مو هيك؟ بس إذا تركتوا قصري منين راح تلاقوا نعيم مثل يلي أنتوا عايشين فيه؟ لا حسيب لا رقيب، وعم تاكلوا جوز وزبيب. الحاصلو أنتوا عندي مكشوفين، أنا كاشفكم كلكم سوا، بقى لا تكتروا حكي وتاكلوا هوا. لشو كان اجتماعنا؟ سيدي كان بشأن مولانا بخصوص. سيدي بشأن الشعب يلي عم يتزمر. بعرف شو بدكن تقولوا، والظاهر انكن شديتوا سوا بغيابي وارتخيت واكلتوا هوا بحضرة جنابي. ياهاي الحاصلو بالنسبة للشعب المتزمر، شو رأيك يا طاطيش؟ مولانا لازم ندور على شي طريقة نأمن شره قبل ما يشعل شي حريقة ونصير ضحية غدره. الغريب انه ما كان هيك بالأول لما استلمت الولاية، يعني أنا خليته يشحد ويتسول؟ فهموني شو الحكاية؟ مولانا الحال تغير، الجيبة ما عاد فيها فلوس، والشعب صار معتر، والمحظوظ أصبح منحوس، والضرائب هلكته، والغلا جاب آخرته، وبين العباد عم الفساد، والرشاوي والدعاوي والجرائم والبلاوي، والقاضي عم بيرتشي وعم بيقلب الباطل حق، وبالرشوة كل شي عم بيمشي وما حدا عم بيقله لا. لهالسبب عمة النقمة بعد زوال النعمة. يعني كان بالبلد بركة والكل مأيد منهجك. ايه بس خايف لك شي حركة تزعج مولانا سكجك. اجتماعكم بيهز البدن والمهلة تنتهي غدا. سلام تعظيم. معقولة تتبهدلوا هالبهدلة وما تفيدوا مولانا بنصيحة؟ اطلعت ايد المسألة والشغلة صارت فظيعة. يا لطيفة فهميني، مولانا سكجك ما بيتشاكل لا بيتناقش ولا بيتجادل، بعدين آراءه مركزية. يعني فكرك إذا عطينا نصيحة بتنحل القضية؟ لا، وما في بتمه غير السب والشتيمة، واجتهاداتنا عنده ما لها قيمة. هيك طبعه، شو بتكون تساوي يعني؟ بجوز تكون سبته على قد المحبة، ومن طبع العظماء يساوي من الحبة قبة. يعني فكرك الوالي بيحبنا كمستشارين ولا حاططنا حواليه مثل الهوارين؟ أكيد بيحبكم، لكن ليش حاويكم بقصره؟ من شان نضل تحت أمره ونكتم سره وما نحاول ننقده ونضيق له صدره. طيب هلأ فهمني، من إيش جنابه متضايق؟ هذا يا ستي خايف ليقوم الشعب بيهجلوا عليه شي هوجة وتطوي مولانا وحكمه 7000 موجة.
وشو مطالب الشعب؟ اطلاق الحريه المكبوته والضريبه والغلا، وانه عم يموت ميت موته، والوالي عم يلاعبه قلقله. واكره شيء على الامه انه تنحكم بالجزمه، والوالي كما هو معروف لا بيسمح بمعارضه ولا بيقبل مفاوضه، بده يحكم على كيفه ويسرق ثروات الشعب بدون ما حدا يحس او يشوفه. المهم هلا الشغل كتير لعينه، والوالي بده حل، يا بيحل رقبتنا حل. حل ايش؟ هذا يا ستي مثل ما بتعرفي من مدة الشعب كتب على الحيطان يسقط الوالي سكجك آمين، ومن يوم هالوالي الآن وعم تلعب بعبو التعابين. يعني من الشعب متوجس؟ متوجس ومتوسوس. وانت يا حسرة مستشار بالظل، لا بتربط ولا بتحل. خايف من اجتماع بكرة يا لطيفة، وبصراحة خايف تصيبني من الوالي شي قذيفة. طول لي بالك ولا تمحالك، قوم لحتى نتعشى، بركي بتلاقي لك شي حل وانت عم تتدشى. شوفوا يا مستشارين، أنا عم طعميكن وأصقيكن وأنتو مثل الهورين، بتاكلوا وبتشربوا، وعند الاستشارة الضرورية بتهربوا، تضربوا أنتو يلي عينكن تضربوا. سيدي 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 حلمك علينا. هلأ لا تدور مثل الخنفسة بالطاسة وقلي شلون بدنا نخلي الشعب ينسى التفكير بالسياسة، لأنه ما شاء الله كان الشعب على زمانكم يا مستشارين بلش يشتغل فينا وبالقهاوي يحكي علينا. مولانا بتسمحوا لي احكي؟ ما شاء الله شو مهذب، احكي وحاجة تتعصور وتتعذب. مولاي يا سكجاك، أنا من رأيي نلي الشعب بأمر يشغلوا عن التفكير بالوالي والأصر. فهمنا هالاجتهاد، فهمنا. بس شو هو هالرأي بقى؟ مثلاً منلهي الناس بحفر شي وادي عميق. ما عجبني حلك، ضربت حلك، وببزق على حالي بالمراية لو كنت محلك. تضرب شو ملوفك وفشار، كأنك شاري أفكارك من على ظهر الحمار. بعيد لورا. أمرك مولانا. قرب يا مراد. أمرك مولاي. شو الرأي عندك يا مراد حتى نخلي شعبنا يحل عن يائتنا؟ مولاي سكشك، أنا مع الزميل طاطيش بفكرة إلهاء الشعب، لأنه إلهاء الشعب معروف من زمن سقراط، يعني الشغلة مو قلقة على الفاضي على البلاط. كانوا الملوك والأباطرة يلهوا الشعب بالمصارعة والمكاسرة ويحطوا جوائز كبيرة للفائزين، يعني مو تشجيع على الفاضي، حتى صار كل واحد بالشعب يتمنى أنه يصير رياضي. بمعنى آخر، إذا البطل صرع غريمه وعور له عينه كان الإمبراطور يعطيه بستان تفاح، وإذا كسر له إيده كان يمنحه بيت مفروش على المفتاح، وإذا عطب له ظهره ودخل السيف بدبره يهديه عرباية يجر التور نطاح، وإذا قتله على الخالص كان يعطيه كل اللي ذكرناه سابقاً ويجوزه بنت باكر لاحقاً. ما عجبني اقتراح جنابك، صف صف مع جنب وانتظر عقابك. بس يا مولاي. اسكت، عم قلك مخ راس تضرب بهالراس. العمى رأيك هاد يا رأي جاسوس يا دساس. بعيد لورا، قرب يا أغلو. احترامي يا مولاي يا ولي أمري، ريتك تطلع على أبري. ما بدي اطلع ولا انزل، قلي شو الطريقة لمداراة هالشعب بدون ما تسهب وتفصيل. إلهاء الشعب يا مولانا هو هاجس الحكام والساسة وأنجع الطرق بميدان السياسة، وهالشي معروف من زمن أرسطو، والحاكم كان يلجأ لهالأسلوب إذا الجماهير لسعته أو أرسطو. اضرب مثل يا أغلو قبل ما يطير راسك من محله. أمرك يا باشا. كان قياصرة الرومان وأباطرة اليونان يخترعوا شي قصة لأرض حدودية ويتنازعوا عليها مع الجيران، وبهالصورة صار في قضية تشغل بال الجمهور التعبان. وأنا بدوري بقول يا ريت تلاقوا شي وادي لا بينسكن ولا بيتعمر، وتقولوا للشعب يخرب بيت الأعادي بدهن هالمرج الأخضر، وكل يوم تلقوا خطاب من كعب الدست يلهي الرجال بدكانه والصبية خلف الطشت، وقتها الكل بده يفكر بهالبلا الأعظم ورح يعتبره أهم الرزق وقوته، ورح يقلك ما رح آكل وإتزهرم قبل ما اسمع نعي العدو وخبر موته. بقى شو رأيي جناب الباشا؟
رأيي إنه بحضرتكم البلد كترت شحاشة. بعد لورا قبل ما تفور مراجل غضبي وإشوي لحمك مثل الكباب الحلبي. طيب مولانا بترجاك كلمة أخيرة لعل فيها خيرة. طيب بس علي الجيري إذا ما كان في بكلامك زبدة وخميرة بدي إشحطك على ديار بكر شحط بعد ما شلحك تياب الحمام وتصفى بالزلط. مولانا إن شاء الله ما بتحتاج لأنه جنابك رحيم وعم تقول هالحكي هاد لأنك مهتاج وطالع خلقك مثل الشيطان الرجيم. يخرب بيته لك يخرب بيته، قل أعوذ برب الناس، إجا ليكحلها عماها وصاير يحكي على عماها. ولك شو هالمستشار الحمار؟ ولك أنت لسان بتمك ولا منشار؟ سيدي 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 الله لا يعطيني العافية، حكيت هالكلام من شان القافية ومن رهبتكم وقعت بالسهو ومن هيبتكم رح أروح بالعفو. هات لشوف احكي على المكشوف. مولانا سكجاك، إلهاء الشعب معروف من زمن أفلاطون، حتى كانوا يعيشوا شعوبهم على الزيت والمي والعطون، وبالمقابل حتى يسكت هذا الشعب كانوا يخترعوا له بطل قومي ويقولوا خايض ميت حرب، وكله مزيف ووهمي، شي اسمه دولوس، شي راديوس، شي ماريوس، شي بطليموس، شي دوريوس، ويلهو الشعب ببطولاته وقوة قلبه وهجماته. ولما ولك حاجة تبربر حاجة القريضة وحاجة نعمة الدجاجة المريضة. أمرك مولانا. ولك يا بجم أنا عم بحكم عرب مو عجم، يعني ما عندي شعب إن هللنا هللتي، بالعكس إرضاؤه صعب وأصغر أفراده مفتي. لكان يا مولانا يا ريت تجيبولكم شي عالم جليل تحطه تحت باطك لا بيحيد ولا بميل ويمشي على صراطك وخلي آراءكم تصدر من خلاله وتنطبخ بمطابخه، لأنه الشعب بالنهاية بيحترم علماءه ومشايخه. آراءكم خنفشارية ورتانينا من الانكشارية. لك شعبي حربوه وزكي وما بيقطع بعقله كل هالحكي. طيب خلينا نلهيب شي هزة أرضية أو نشغل فكره بأنه القيامة حتقوم ونشيع بين البرية أنه عوفت الدنيا وما في شي بدوم، أو نعمل مهرجانات شيل البصل شيل البطاطا، يعني منطلع غنيات شي وطني شي فراطة ومنستقبل زوار وضيوف ومندبك على طول و... أو منقل له في نيزك رح يوقع من السماء، بركي يا مولانا على حظك بيبلع هالشغلة وبيهضمها، وهمه بهالحالة رح يصير التفكير بخاتمة المصير. لا شك إنه أنتو بغال ما في مجال. ليش مولانا؟ لك شو ليش؟ لأنه المصيبة تكمن بأنه الشعب أوعم مني ومنكن. بس يا مولاي. ولا حرف يا أما قسماً بنفخك مثل الظرف حتى تنفجر وتتفرطع كأنك مقوص بالمدفع يا عسس. خذوا لي هالهورين دكوهم بالحبس، وما في مانع من حين لحين تدهنوا أدنيهم بالدبس وتفلتوا عليهم حرادين وكم حالوش وكم نمس. مولانا ولك عيفوا سمانة حلوا عني يا بهمة. بس كل الحق على الحانة، حدا بيساوي بناديقه علماء؟ حاجة تصفى مولانا، الدنيا ما خربت. بعرف ما خربت، بس شو قلت لحالي؟ عواض المستشار حطوا ثلاثة حتى تركب السيبة، بس هلأ صرت مصدر شماتة ليلي سمع بهالقصة العجيبة. ايه طيب انت التاني شو الشغلة بالكترة؟ شف لك مستشار تاني وخوض من هالقصة عبرة. المستشار التاني جاهز وناطر مني إشارة. صحيح يعتبر من العجائز بس من الحكمة عنده عصارة. تمام استدعي شو ناطر لكان وعطيه 3 أضعاف رواتب هالجدبان. هيك فكرك يا جيهان؟ طبعاً بدك واحد يعرف نفسية الشعب ومخضرم ودايق المر وشايف الصعب ومقهرم،
مو ناس فجعانة مصاري ومتخمة وسانتين خسرك بلا طعمة. والله إنك نطقتي بالصدق. مو مسألة صدق، بس حدا بيقول بتغرب الشمس من الشرق. يلا يلا قوم يا مولاي حتى تشرب كاسة شاي وبجنبها قطعة سمبوسك. وأنا من راسك بدي بوسك. هلأ خليك بالسياسة ولا تشغل فكرك فيني ولا تبفيك الحماسة، نجاحك بيعنيني. قلي يا حكيم وعطيني الاستشارة، لأني والله العليم ناطر منك إشارة. العفو يا جناب الباشا، بس أنا حابب أحكي كلمتين عن زلمك. احكي ولا يهمك. المستشارين الهوارين ما كانوا غلطانين بمسألة إلهاء الشعب وإشغاله إلى آخر الديباجة، بس الأساليب والأفكار اللي طرحوها بتدل على سذاجة. يعني عندك أسلوب تاني؟ نعم يا مولاي. شو هو؟ إلهاء الشعب يا مولاي معروف من زمن كونفوشيوس ومن عهد إسكندر ذو القرنين والقيصر يوليوس. اختصر وأوجز يا شيخي، حفظنا هالدرس التاريخي. مولانا باختصار، أنا طالب حرية التصرف العام، وبعد ما تاخذوا نتيجة وقتها إلنا كلام. أطلقنا يدك ورح نبه على كل أعواني يعطوك شو ما بدك. يا رب المدد من عندك. أنت شو أساس شغلتك بالقصر؟ الحاجب الأول وحامل الأختام وأمين السر وضابط العسس الليلي. ها يعني شغلتك أهم من الصدر الأعظم؟ طبعاً هداك موظف، أما أنا فيد مولانا الضاربة. بتعرف شو دوا الشعب حتى يلتهي عن مولاه؟ لا والله. أنا راح أقول لك، بس بدي إياك باعتبارك كاتم السر إنه ننسق سوا بهالأمر بدون ما نخبر مولانا الوالي حتى نحصل على نتيجة فعالة. أنا لخدمتك مفروز، وطالما الهدف خدمة مولانا الوالي فكل شيء بتطلبه بيجوز. أحسن دواء لإلهاء الشعب هو النكت. نعم؟ يا سيدي النكت والنوادر وصفة سياسية مجربة، وهي بالوقت الحاضر أنجع طريقة مناسبة. بقى بدنا نألف سوا لجنة مهمتها تأليف النكت وتعويمها. بجوز تلاقي شغلة هجنة، بس الأمور بخواتيم. وشو طبيعة هالنكت؟ نكت عن الحكم والمسؤولين، لأنه الشعب إذا التهى بنقد حكامه بيفرفش وبينسى المواجع، والحاكم بيوقع على وثيقة إعدامه إذا كبت الحرية بالشارع. والشغلة اسمها امتصاص، ودول العالم عارفينها، ويمكن هذا هو الخلاص يلي بيريح والينا. يعني هلأ شو المطلوب؟ بدي أسس لك ديوان اسمه الإمتاع والمؤانسة، وبدي من بعض الأعوان يألفوا نكت للنفوس اليائسة. يعني بدك الديوان ميري ورسمي وحكومي؟ تماماً، ونحن رح نشد الهمة ونسخر العسس يرشوا شوية نكت بشكل عشوائي، بعدين الشعب رح ياخد المهمة بشكل تلقائي. اللعبة خطيرة وكبيرة كتير، والمسؤولين إذا نكتنا عليهم بينخزوا. يا سيدي علي الجيري يلي فيه مسلة بتنخزوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو ليش تأخرت بالجاي اليوم؟ طبعا لأني تمسيت بوش مثل البوم. وش مين بقى؟ بوش عسس الوالي. الله وكيلك كل واحد فيهم عامل أبو زيد الهلالي. وإن شاء الله ما بلصوه. بلصوني يا نور عيوني. قال شو؟ ليش صافي بحمارتك بالحارة؟ ما بتعرف توقفها بالاسطبل؟ ودفعوني 70 بارة. قال شو؟ حمارتي عبت الأرض زبل. لك هلا حمارتك عم تزبل، لك حميرهم وبغالهم شو عم تعمل؟ ولك أشكي اليمين والكل عزالي. طيب. ها وصل حكواتي أبو حمدي لجليلاتي، كف يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اهلين وسهلين. سلام يا سيدي، مرحبا بفوزي. الله يعطيك العافيه، نهارك مبارك يا اهلين وسهلين ومحبتين. اهلا وسهلا ومرحبا. هات اخر نكته ابو حمدي وخلينا نفرفش هالقلب المصدي. اي والله ابو حمدي، ابو حمدي نكته صغيره. عيني وراسي، عيني وراسي، ابو حمدي نكته صغيره. ابو حمدي نحكي الحكايه بالاول ولا بتسمعوا النكته؟ ابو حمدي هات النكته بالاول، بركي الزمن بيتحول. الله يقلب سرجها، بركي الله بيفرجها. اي والله نكته. ابو حمدي، ابو حمدي، ابو حمدي يا صغيري. أبحث سمع سمع سمع، على عيني وراسي، على عيني وراسي، اكرموا كلياتكم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة صادر والينا بقرة بتحلب من فلاح، تحلب لها 5 تنكات يوميا وما عم ترتاح، ولما صارت بخانه ما عادت تحلب نقطة، والسايس طلع جنانه وجاب لها حراس وشرطة، ضربوها بكعب البواريد وكووا لها ضهرها بالنار، ودخلوا فيها الخوازيق ودبحوا قدامها التوار، لكن كله على الفاضي، وهالبقرة عمت ناضل. يا السلام. وما شافوا منها حليب، وبالواقع هذا الحاصيل. ايوه. راحوا قالوا للوالي في بقرة عمت عارض، جاب الفلاح وقال له تتفاوض حتى نفاوض. شو بدها البقرة؟ قول. وليش عم تعمل مشاكل؟ ما بتعرف انه العصيان بيعمل من لحمة فتايل؟ قال له سيدي من هيبتك حليبة هرب من بزازة، وما عاد في بقلبهم حليب لا بايت ولا تازة. طيب. شو يا حكيم الزمان؟ أمرك يا سيف السلطان. شايف الشكاوي عم تقل بالصندوق، والشعب هديت أحواله، والوضع مطمن بالسوق، كأنه الشعب ماشي حاله. سيدي جنابك حكمت وأنصفت، وكله بفضل حكمتك، وأنا إن كنت تصرفت فببقى على كل حال ذنبك. ليش شو عملت يا حكيم؟ ضربت الطينة يا معلم على الحيط، وإن شاء الله تعلق، ويمكن هلأ ما تعلم بس من بكرة راح تلزم. عظيم جدا، عظيم حقا. الحقيقة ما كنت قابضك ولا قابض مظهرك الخنفشاري، بس هلأ يمكن فاوضك وعينك مستشاري. في مرة سأل الوالي واحد من وجهاء الشام شو السبب العجز المالي بالولاية على الدوام، طلب منديل الأمان قال له احكي باطمئنان، احكي ولا يهمك حدا، ومن عندي خذ الضمان. قال له سبب يا مولاي؟ نص رجال حكمك لصوص. صرخ وقال له شو عم تحكي يا أبضاي؟ شو عم تحكي يا مفعوص؟ هلأ بدك تعتذر يا بتندبح مثل الصوص. قال له أمرك بعتذر، نص رجالك مو لصوص. حلوة 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 يا أبو حمدي. والله يا لطيفة إني تأثرت لما لطشوني بالخبر طلطيش، يعني كأنه جوزي اللي انسجن مو معلم مطاطيش. الله يسلمك، هذا لأنك محبة مو مثل مرته لمراد هديك دبة. يخرب ديارة، جوزي وجوزة محبوسين، بقى مين بده يواسي مين، أنا ولا هي؟ طبعا هي، لأنه معلمنا طاطيش أتقل من جوزة. والله لو شفتها بدي أسفقها بالمقلوبة على بوزة. لا تزفري إيديكي فيها، بس قولي معي الله يجازيها. مهم يا لطيفة، أكيد أنت سمعانة شو عم يصير بالبلد، ولا هالشغلات ما عم تفوت مخك باعتبار حبس جوزك مطرمخك؟ ليش شو عم يصير؟ يا ستي النكت ماشي بالبلد عن المسؤولين، ابتداء بالوالي وانتهاء بالسلاطين. سمعت هيك شي؟ مبارح اجت لعندي مرته لحمد الطرشي وحكت لي شي وخبت عني شي. ولا يهمك، يلي ما سمعتي اختك فهمية رح تروي، وباعتباري مرت الحكيم الأكبر كل شي عندي مسجل بالدفتر. بتريدي احكي لك اخر نكته حتى سرك؟
شلون بدي انسر وجوزي محبوس هو واغله؟ ولا يهمك، بكره بخلي جوزي يتشفع له. احكي لك اخر نكته قويه، هي ماشيه بالقنوات والمسكيه. هاتي لشوف. هاتي اذنك لعندي، لانه النكته رزيله شويه بعدي. قال اجا للوالي ولد، قام تعي لقلك. لهالدرجة؟ لهالدرجة ماشي النكت بالسوق؟ الله وكيلك، بيعرفها كل مخلوق. بس هاي النكتة فظيعة. ايه بس إلها معجبين وسميعة. يا ترى الوالي ما دري بهالنكت؟ ما بعتقد. ايه ما بيصير هيك، الشغلة نهايتها وخيمة، لأنها بديعني بالنكت، بس رح تنتهي نهاية لئيمة. شو قصدك؟ يعني لازم يدرى الوالي. ايه، وإذا دري يعني؟ يا أختي إذا دري بجوز يغضب ويطلع قرار يوقف النكت ويحمي حكمه. وهي عم انصحك، ها بقى قولي لجوزك الحكيم الشغله زادت عن حدها، والا بصير في مثل جوزي، يعني بياكل هوا بدال القشطه والاوزي. كركبتيني يا لطيفه، هيك فكرك؟ لكن يا ضيعيني سلامه نظرك. لكن اليوم المساء بحكي مع جوزي بهالامر. احسن ما تكون نهايته رجل بالسجن ورجل بالقبر. لكن وينك قبل ما اقوم قربي لاحكي لك هالنكته اللي عيني، هي ماشيه بالميدان والشاغور والمدينه. قال الوالي، قال له للحاجب تبعه قربي. انتي وهالنكتة يعني ما لقى الوالي غير الخيار والقتة. فعلا معك حق يا فهمية، معك حق 100%، لأنه صحيح نحن اخترعنا هالحل حتى الشعب عن السياسة يحل، بس الشعب سبق الكل. شلون يعني؟ العمى، إذا كنا نحن عم نخترع كل يوم نكتين أو نكتة بس الناس مفلتت فلتة، بتعرفي إنه عم يسمعوا 20 نكتة العسس يوميا؟ وشو عم تكون ردة فعلهم باعتبار هالنكت مو من فعلهم؟ عم يعملوا حالهم مبسوطين، إذن من عجين وإذن من طين. فظاعة، فظاعة على الشعب هاد. تقولي مارد من الأم ومن طلاق، ولما اجته فرصة الحرية اتطاول وانجلى. لهالسبب لازم تحكي للوالي شو عم يصير على التمام، يعني بركي بحط لها الناس الجام وبيخليها تضرب فرام، أحسن ما يكبر الموضوع وتصير حياتنا صخام. هيك قولك يا فهمية؟ أنت الحكيم مو أنا. فعلا ما في غير هيك. بس اياك تقول للوالي انك اسست ديوان امتاع ومؤانسه، بجوزي معوسك انت والحاجب جزمته معوسه. ماشي الحال، تسمعي اخر نكته؟ شغل الشعب ولا شغلك انت؟ هلا شو بدك بيه هلا؟ اسمعي، هات لشوف. يا 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 حلوه حلوه. صحيح مجأجأة بس حلوة، مو هيك يا حاجب؟ طالما عجبتكن ريتك تسلمي ضحكتكن. عجبتني وربي يشهد، هات غيرها يا أبعد. لكان لو سمحتوا ديروا وشكن على هالمشهد. في مسؤول بهالدولة عم ينهب خير الأوطان، قرر شعبه على غفلة يرفع شكوى للسلطان. حلو حلو كتير. بركي بيصعب تغييره وبيعين واحد غيره. لازم، وبركي هالشعب بيرتاح وبيرجع للوطن خيره. ايه، ولما دري هالمسؤول وعرف اسماء العيداء دغري تصرف على طول وراح عازمون على الغداء. يا لطيف. وبين المشوي والفروج واللحمة ولقم القاضي حط على الطاولة قطرميز، نص فلوس نص فاضي. ولما شاف راس الفتنة صافن وعم يراقب قال له طولت الصفنة، شايف شي ماله مناسب؟ قال له لا، بس في سؤال، شو قصته هالمطربة؟ جاوبني لو في مجال، وليش حطيته بهالمكان؟ حلو السؤال، حلو كتير. قال له رح اقول لك سيدي، شو شايف بالقطرميز؟ قال له رشادي ومجيدي ومصاري وذهب ابريز. قال له كلامك سليم، كلامك سليم سليم، ويا ترى كله مليان؟ قال له يا سيدي الكريم نص معبى ونص فضيان. نفخ المسؤول وقال له، نفخ المسؤول وقال له، أنا أفضل يا أهل البر، تشكوني ويغيروني ويجيكم شي موظف غر طفران بإيده قطرميز فاضي ما في ولا هللة، ويبلش فيكم تعجيز ويبدأ بجمع العملة. صفنوا كلهم ببعضهم ومن الدهشة جمدوا بأرضهم وقالوا له رح منكمل بردون يا سيدنا بردون. قال له شقوا العريضة، الأريضة تقرضكم أريضة. حلو يا عبدي الله. عرفته، هذا المتصرف بأمور المالية. يا سيدي خرجوا،
الشعب لبسوا قضيه، بس رجاء ما بيدوا توصلوا له. شلون ما كان هذا وزيرنا، وشي تنغيره ما حلو. هذا مدير المال يخرب بيته شو محتهم. بس وينكم؟ الشعب دائما بالمرصاد، عملوا له تغسيله بتسوى حياته. بس بترجاكم لا تروه له هالنكات، لانه رح يعرف انه هو المقصود، ما في مجال. رائعه، صحيح انه مبالغ فيها ومائعه، بس رائعه. عرفت المقصود، عرفته تماما. مين هو؟ هذا موظف التموين. يا عيب شو ما عليه يا عيب، مرتبته صغيرة وما له أمين، بس الشعب كاشف على عيبه. المصاري عم يعبيها بالمطربات، شغلة ما بتخطر ببال الشيطان. صفنوا كلهم ببعضهم ومن الدهشة جمدوا بأرضهم وقالوا له رح منكمل. بردون يا سيدي بردون. قال لهم شقوا العريضة، الأريضة تقرضكم أريضة. شو؟ قلنا نكتة، شايفك ما عم تضحك. طبعا، لأنه نكتة جريئة وأنا مالي بهالوارد، وحجمي أنا بالحقيقة قزم صغير قدام مارد. ليش عرفت مين هو المقصود؟ ولو الشغلة واضحة يا حكيم، المقصود مولانا الوالي. وياما ياما بالحبس مظاليم، بقى بترجاكم تركوني بحالي. اتفضل معنا لكان، اتفضل بسرعة وبلا سرعة. لك لوين بدي اتفضل بسرعة؟ ضيف عزيز بسجن القلعة. يا حراس يا حراس، ليش انا اللي قلت النكتة ولا انتو؟ صحيح، بس كلهم فهموها على الأصغر، بقى شلون انت فهمتها على الأكبر؟ ايه بس لا تنسوا ان... ايه سكوت سكوت، اخراس وبلا لعي، وتفضل على السكيتي معي. والشربة لازم تنطبش، براس شي زلمة يا غالي، وانت حابب تنكمش لما ذكرت اسم الوالي. أنا؟ اشحطوه يلا. سبع تكرم عينكم. تفضل على عيني وراسي. يا اهلا وسهلا. يلا هاي هاي هاي، احسنت الخطة يا حكيم، وقدرت تدبر راسك، وانت والله العليم مقلع بالمكرد راسك. وهلا راح اصدر قرار انك تبقى مستشار. يطول عمرك يا مولانا. والحقيقة الشعب عن طريق النكت عن المعارضة سكر، وبالضحك والامزاح تشتفي الارواح يا مولاي. هو طالما الشغلة مجرد حكي ما في مانع، والسرسرة والحكي ما عليهم طوابع. بس وينكم؟ لازم الوالي التركي يدعو له بالجوامع. طبعا مولانا طبعا. هو صحيح نص حاشيتي تعبانة واخلاق زفت وعدمانة، بس ما عم لاقي احسن من هيك حتى ارضي الاستانه. وبالمقابل عندي بطانه من الاشراف، هدول كتير نضاف ولو عاشوا على الخبز الحاف. معروفين مولانا معروفين. وبيني وبينكم الفهيم ما بيتعامل معي، والذكي ما بقدر شغله عندي، ما بتوفي معي. على كل حال، وطالما الناس مرتاحه فلازم ارتاح على الكرسي، وحط من تحت الطراحة كأنه الليلة عرسي. هاتوا لشوف، احكوا لنا نكتة.